والله بص والله بص يعني انا هقول لك على حاجه صغيره. هو المفروض اللي يتم دلوقتي اللي انا اذبحك، بس في مشكله. بعد ما شفت حضرتك انا متاسف ان انا جيت هنا. اسم بقى حضرتك ايه؟ رامي. العريس بقى يقرب لك؟ اخوه. النهارده رامي بقى بفرحته باخوه العريس واخت العروسه، قرر ان هو يتبرع لهم بحاجه مهمه قوي، نقطه ليهم عشان يحطوها في الصالون طول العمر ويفضلوا مفتكرينه. قرر ان هو يتبرع لهم برقبته، فاللي عايز رقبته تتقطع يسقف سقفه كبيره. كل ده رامي، كل ده رامي عشان رقبتك، كل ده في يا رامي. استاذ رامي، استاذنك بس تقعد على الكرسي كده وتفتح لنا بس. ايوه تفتح لنا بس القميص. وانت بتفتح القميص ندردش كده مع بعض بامانه بقى. عمرك مت قبل كده؟ لا لا. طب ايه رايك تجرب معايا المره دي؟ يا ريت. لا اله الا الله. انا بقول لك هذبحك مش عازمك على عصير فراوله يا عم. عاد والله. لا اله الا الله. انت قلت لي انت قوات مسلحه؟ هو للدرجه دي مكفركم انتوا كمان؟ عايزين بقى كلنا كده نرفع ايدينا الاثنين لفوق 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 ونسقف جامد كده مع ميوزك.